بتتكلم عن موضوع مهم جدا، ولما حضرتك اخترتي موضوع تأخر الإنجاب قلتي لي لأنه بقى منتشر بشكل كبير، سيدات كتير جدا وبنات كتير بتعاني من المشكلة دي، وزي ما قلت مراكز تأخر الإنجاب كتيرة جدا، وأعداد الناس اللي بنروح بنشوفهم في المراكز دي مهولة. يعني أنا مرة دخلت مركز استغربت من عدد كمية الناس الموجودة ومن كمية الفحوصات اللي بتتعمل، ولما بيجي بشوفهم بلاقيهم شباب لسه صغيرين. يعني ايه السبب في انتشار الظاهرة دي يا دكتور؟ يعني أنا بشكرك على المقدمة دي، شكرا لك. عشان الوقاية خير من العلاج. أكيد يعني لما نبقى عارفين إن إحنا في حاجات يمكن تلافيها، ودي هتقلل بكتير معدل انتشار تأخر الإنجاب سواء كان على الذكور أو عند الإناث، فيبقى كويس أوي. أكيد تمام. طب أنا أقولك الرحلة الأول إزاي نبتدي بيتكون الجنين بالرحلة كده من أول بداية خالص. الجنين إزاي تمام بيتكون في رحم الأم. تمام تمام يعني إحنا المفروض يبقى فيه الزوج اللي هو مصدر الحيوانات المنوية، تمام، والزوجة اللي هي مصدر البويضات. الزوج اللي هو مصدر الحيوانات المنوية ده مهم جدا. لو مفيش حيوان منوي سليم بالظبط. أو مفيش خالص أو ما بيتحركش، الست مش هتحمل. بالظبط. تمام. هل في حاجات عند الزوج تخلي حاجة من دول وتبقى هو مش واخد باله؟ ممكن جدا. لو هو مدخن مثلا، لو هو كرونيك هيفي سموكر، أو يعني بقاله هيفي فترة سموكر فيه او يعني تعبير معين كده، هو أكتر من 20 سيجارة لمدة أكتر من 20 سنة، بيسموه كرونيك هيفي سموكر. 20 سيجارة أكتر من 20 20 سيجارة سنة، علبة تقريبا. علبة. أنا علبة علبة في عندي اليوم. برافو. علبة في اليوم. علبة في اليوم، تمام. ده كرونيك هيفي سموكر طبعا معرض إنه يبقى عنده مشاكل، بالذات في الحركة. حتى لو الكاونت بتاعه كويس ممكن تبقى الحركة مش مظبوطة. تمام. تمام. هل هو اوبيز زي ما انت قلتي؟ سام تايمز دول بيبقوا مهمين، لان بيبقى عندهم حاجات تانية، جيناتيك ستراكشر بيبقى برضو عنده مشكله لازم يدور عليها. تمام. هل هو مريض ضغط بياخد انتي هايبرتنسيف تريتمنت؟ كتير جدا من الناس اللي بياخدوا دواء ضغط ادويه معينه ممكن تاثر على الفيرتيليتي بتاعته، على الخصوبه. على الخصوبه. برضو التدخين بياثر على الحركه، يعني ممكن يبقى موجود الحمل المنويه ولكن في لزوجه فما فيش حركه، فالست برضو يبقى عندها مشكله في الحمل. دي حاجات بسيطه وممكن ما يبقاش هو واخد باله منها، بس طبعا مجرد ما يعمل التحليل كل حاجه بتبان يعني. تمام. طب انما على السكر؟ الاقل نقللها يعني. الحقيقه السكر بيعمل امبوتنس، يعني السكر ما بيأثرش على جوده الحيوان المنوي اكتر منه بيأثر على، ممكن يبقى مش علاقه زوجيه اصلا. بيأثر امبوتنس على يعني العلاقه الزوجيه. القدره على القيام بالعلاقه الزوجيه. تمام. انما ماليش تأثير مباشر على على الحيوانات حيويه المنويه. الحيوان المنوي. تمام. ده بالنسبه للزوج. طبعا بقى ده يعني ناهيكي عن الحاجات اللي بيبقى فيها مشكله في الكروموزومات. بيبقى فيه مثلا كروموزوم واي اللي هو المسؤول عن تحديد الذكر، الذكر بيبقى فيه والأنثى. مشكله، فممكن تلاقي السبرماتوسايتس اللي هي الخلايا اللي بتؤدي لصناعه تصنيع السبرم يا اما قليله جدا يا اما مش موجوده خالص. تمام. هي مش موجوده يا قليله، دي بنعرفها ازاي بقى؟ عملها برضو بالتحليل. طبعا دي حالات يعني متاخره جدا طبعا. وليها تعاملات مختلفه يعني. طب لو في ضمور بقى، لو ضمور في ضمور في الخصية او دوالي في الخصية. دوالي الخصية ليها مراحل متعددة وليها انواع متعددة، دي لازم يروح لدكتور امراض ذكورة وهو بيحدد لي ده جريد واحد ولا اتنين ولا تلاتة. جريد واحد ما بيعملش عملية الحقيقة، يعني جريد وان مش لازم يخش سيرجري، لان الريسك بتاع العملية ممكن يكون اخطر من البنفيت اللي تجيلي من عملية. طبعا بتوع الاندرولوجي بيقولوا كده مش احنا يعني. فدلوقتي ما جريد وان ده ما بيعملش عملية، بياخد دواء مثلا او حاجة، بيعمل بنشوف ايه المشكلة، بياخد حاجات عشان تحسن الحركة بتاع كده، بيظبط التمبريتشر بتاعته، بيعمل موديفيكيشن للايف ستايل او يعني تغيير ل تعديل شويه في بيقف كتير، بيقف في الحر بتاع، بياخد شويه يغير نصائح، الشغل بتاعه لو مثلا الشغل او بتاعه يعني في يبقى في حد الحراره. بيغير الشغل بتاعه، حد لو يعني قادر. بيغير الشغل لو يعمل يعني موديفيكيشن، حاول يعني يحاول يحاول عشان يقدر عشان يعني يقدر ينجب. يتعايش. تمام. فالدوالي دلوقتي ما عادتش مشكله، انما الضمور طبعا دي مشكله. وفي حاجه مهمه جدا، حاجه اسمها اندستاند تيستس، اللي هو بعض الذكور بيبقى الخصيه ما بتنزلش لكيس الخصيه. تمام. حتى بعد الولاده، يعني المفروض ان هي بتنزل في قبل ما البيبي يتولد على طول، اللي هي على الخصيه تسع المعلقه. شهور. ايوه. يبقى عنده خصيه معلقه، دي ماساه طبعا دي لو ما اكتشفت. عشان كده وجود دكتور الاطفال في مكان الولاده عشان يفحص الجنين صح ويتاكد المولود بقى المولود ويتاكد ان في الخصيه موجوده، ده مهم. طبعا ما لقاهاش موجوده يبقى ده سسبكتد ان عنده الستند تيسس، يتابعوا. لازم تنزل الخصيه دي والا بتضمر. بالظبط كده. بتضمر في سن وفي وقت معين، معين على فكره، لان كل ما تتاخري محتاجه كل ما يحصل تمبريتشر. مور ديجنريشن. كل ما تتاخري كل ما يحصل ضمور للخصيه، ضمور فيها، لانها ما بتستحملش درجه حراره الجسم. لازم تبقى بره، لازم تبقى، يا سبحان الله، يعني درجه حراره الجسم سبحان تبقى الله. عاليه عليها، حر طبعا اعلى بدرجتين، 37 اعلى درجه. بدرجتين من درجه حراره الخصيه دي مهمه سبحان جدا الله. جدا. فده بالنسبه لل للذكر.